محمد بركة، عضو المجلس الجماعي لمدينة أكادير. اليوم تيلتئم المجلس لانتخاب رئيس المجلس الجماعي الأكادير وأعضاء المكتب والكاتب ونائب الكاتب. طبعا كان لقاء تاريخي بالنسبة لمدينة أكادير اللي تم فيه التصويت على السيد عزيز أخنوش رئيسا لهذا المجلس، واللي الجميع يتوخى منه يعني اعطاء دفعه قويه للمشاريع الكبرى اللي كتعرفها المدينه، وايضا جعل مدينه اكادير مدينه عالميه بالبرامج اللي الحمد لله مسطره الان من خلال البرنامج التنموي 2020-2024، وايضا البرامج المستقبليه اللي غادي تخلي مدينه اكادير يعني حاضره على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي، وغادي تخليها عاصمة ووسط المملكة عن جدارة واستحقاق. طبعا احنا في حزب الاستقلال يعني نشارك في هذا الائتلاف الجماعي ويعني في تسيير المكتب يعني مدينة أكادير، طبعا يعني توافقا مع الاتفاق الوطني اللي كنعرفوا ان حتى على مستوى الحكومة هناك تحالف وطني مكون من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. اللي اصطف عليه اليوم هنا على مستوى أكادير هو حزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب اللي أيضا خبر تسيير دولي بلد المدينة وكيعرف الملفات نتاع هذه المدينة، واللي غادي يكون قيمة مضافة للتدبير الجماعي على مستوى مدينة أكادير.